لمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ سامح النمر نائب مدير مؤسسة أبو العينين وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بحضرتك أستاذ سامح. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا يعني خلاص بدأ العهد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، لو تكلمنا عن جهود التحالف لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله. اولا كل سنه وحضرتك طيب وحضرات الساده المشاهدين طيبين بمناسبه شهر رمضان. احنا التحالف الفتره دي والله احنا بنجاهد يعني بنكثف جهودنا وبنضاعف مجهودنا علشان شهر رمضان طبعا، وفي ظل الازمه الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله. احنا دلوقتي بنجهز لاطلاق مبادره ان شاء الله هتتعمل فعاليه في استاد القاهره، دي حاجه ان شاء الله بنجهز لها التحالف كله. هنعمل حوالي 4 مليون كرتون هيتم توزيعهم ان شاء الله خلال شهر رمضان، ودي حاجه بنبشر بيها طبعا اهالينا كلهم الاسر الاولى بالرعايه، ان احنا باذن الله هنوصل لكل اهالينا في كل مصر من خلال التحالف، من خلال مؤسسات الكيانات الكبيره جدا اللي مشاركه مع التحالف اللي وصلوا دلوقتي لتقريبا 30 كيان، ودي خبر كويس جدا طبعا لاهالينا. احنا بنقول لهم ان احنا معاكم وان احنا في ظهركم وفي ظهر الدوله المصريه وفي ظهر الحكومه المصريه لحد ما الأزمة الاقتصادية دي بإذن الله تعدي. طيب احنا بنطمع في تفاصيل أكتر، حضرتك بتقول على إنه التحالف بيستهدف توزيع أكتر من 4 مليون كرتونة قبل شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية، السؤال هنا آلية التوزيع بتكون إزاي والناس ممكن توصل لحضراتكم إزاي؟ آلية التوزيع بتتم من خلال قاعدة البيانات اللي موجودة في كل المؤسسات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال المكاتب بتاعتنا ومن خلال الجمعيات القاعدية اللي احنا مشاركين معاها. كل مؤسسة ليها جمعيات قاعدية في المحافظات، مثلا احنا مؤسسة أبو العينين نازلين النهاردة في الصعيد، فاحنا في جمعيات قاعدية في الصعيد بنتعامل معهم قاعدة بيانات بالأسر الأولى بالرعاية، وحتى الجمعيات القاعدية دي مغطية مصر كلها، ال 26 محافظة فيهم جمعيات، كل جمعية عندها البيانات بتاعة الأسر الأولى بالرعاية، ودول اللي احنا بننزل لهم ودول اللي احنا بنوصل لهم، ومن خلال الكلام ده بيبقى من خلال طرق الأبواب. احنا كمان في حاجه كويسه جدا بنعملها كتحالف وكمؤسسات، ان احنا دلوقتي ما بنخليش المستفيد هو اللي يجي لنا، يعني ما بتقولوش تعالى في الحته الفلانيه احنا هنيجي هندي لك حاجاتك هنا، لا احنا كلنا بنتجمع في مكان وبنطلع من المكان ده بنروح لحد البيت، بنوصل لحد بيت المستفيد من خلال مبادره اسمها طرق الابواب، بنوصل المستفيد لحد باب البيت. دي حاجة في منتهى الإيجابية، ودائما في انتظار المزيد من هذه المبادرات وهذه التحركات من جانب التحالف. طيب القوافل اللي كان أطلقها التحالف زي مثلا قوافل الخير وستر وعافية، هل القوافل دي لسه مستمرة وبتقدم نفس الخدمات ولا التركيز على رمضان والتجهيز ليه؟ لا طبعا إن شاء الله كل حاجة احنا شغالين فيها مع التحالف مستمرة بالتوازي مع بعض. احنا إن شاء الله بمناسبة القوافل احنا باذن الله بكره يوم الاثنين ان شاء الله هنكون موجودين في محافظه اسيوط في مركز البداري، التحالف عامل قافله ستر وعافيه، دي قافله متكامله فيها خدمات طبيه، فيها توزيعات سلع غذائيه، فيها تقديم على مشروعات صغيره، فيها تركيب اطراف صناعيه، فيها كل شامله كل حاجه يعني بيستخدمها اهالينا او محتاجها اهالينا في القريه اللي احنا رايحينها. إن شاء الله التحالف موجود يوم الاثنين في محافظة أسيوط بكل المؤسسات المشاركة مع التحالف بقافلة كبيرة جدا من قوافل سطر وعافية. هاتفيا طبعا كنت معنا أستاذ سامح النمر نائب مدير مؤسسة أبو العينين وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل، شكرا لحضرتك.